يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. لله در القائل: لا نريد أن يعمل الإسلام فينا عمل مناسبات، ولكن نريد أن يعمل الإسلام فينا عمل التنفس، ذلك أننا نحتاج إلى الهجرة، لا أقول كل يوم، بل نحتاج إلى الهجرة كل لحظة، ذلك لأن الهجرة مراحل، أولها هجر المعاني الفاسدة، ثانيها هجر الأشخاص الفاسدة، ثالثها هجر الأماكن الفاسدة، رابعها هجر الأوطان. إذا لم يستطع المؤمن أن يقيم دينه أو يعبد ربه، المعاني الفاسدة كمعاني الكفر والشرك والنفاق والمعاصي والمخالفات، قال الله تعالى: والرجز فاهجر. كلمه الرجز تشمل الشرك وتشمل المعاصي كما قال اهل التفسير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهجره هي هجر ما نهى الله عنه. ثانيا هجر الاشخاص الفاسدين، قال الله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. إن فساد الأخلاق كفساد الأبدان، والناس في فساد الأبدان بالأمراض يفعلون الحجر الصحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض.
كذلك الأخلاق فيها أمراض، وهي تنتقل بالمجاورة والمعاشرة. فالطبع يسرق من الطبع، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهناك حجر صحي، وهناك حجر أخلاقي، وهناك حجر إيماني للمحافظة على الصحة والأخلاق والإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. هجر الأماكن، هجر الأماكن الفاسدة، أماكن الشرك والبدع والمخالفات الشرعية. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. في فرق ما بين يشهدون الزور ويشهدون بالزور. يشهدون الزور، يشهدون هنا بمعنى يحضرون، والزور أماكن الفساد. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. هجر الأوطان، كهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لما استحالت الحياة في مكة مع طاعة الله سبحانه وتعالى ونشر دعوة الله عز وجل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فهذه مراحل الهجرة. ويقول ابن القيم رحمه الله: الهجرة هجرتان، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجرة إلى الله بإخلاص العبادة له وبمحبته والخوف والرجاء والخشية والإنابة، وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حركة وسكنة في الظاهر والباطن، أن يعرض نفسه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهاجر العبد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. أما الدروس المستفادة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأولها أن الهجرة كانت بالأمور المعتادة والأسباب المعتادة، لم يحمله البراق من مكة إلى المدينة، بينما حمله البراق من مكة إلى بيت المقدس. لماذا لم يحمله البراق إلى المدينة؟ ونوفر المشقة والخوف والتربص والتعب والمشقة، لماذا لم يحمله البراق؟ الجواب أن رحلة الإسراء كانت رحلة تكريم خاصة برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ورحلة الإسراء لا يتأسى به غيره، يعني خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. بينما الهجرة كانت مرحلة من مراحل جهاد الدعوة، ومن مراحل تحمل الأذى في سبيل الله تعالى. الهجرة يتأسى به غيره من الصحابة، أما الإسراء لا يتأسى به غيره. هذه رحلة التكريم، وهذه رحلة جهاد في سبيل الله.
فكانت بالأمور المعتادة والأسباب المعتادة يركب الناقة ويختبئ بالغار ويستأجر الدليل ويخاف في طريقه ويتربص به الأعداء. هذه الأسباب المعتادة، فكان لهجرته بالأسباب المعتادة حكمة، وحمل البراق له في الإسراء كان له حكمة أخرى، حكمة أخرى. ثاني الدروس الرفيق قبل الطريق، واختيار الصاحب في السفر، الصاحب الذي يحمل همه ويفديه بأبيه وأمه. خير الأصحاب أبو بكر. الأصحاب درجات، الدرجة الأولى كانت أبو بكر، الثانية كانت عمر بن الخطاب. وعمر رضي الله عنه هاجر على نيتك، وقال للمشركين من أراد أن ترمل زوجته وتثكله أمه ويودب أولاده فليلحق بي خلف هذا الوادي. عمر ربما لم يتأسى به غيره من الضعفاء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة لكل الناس يتأسون به عليه الصلاة والسلام. ولم يكن عمر مطلوبا كرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رأس الدعوة. حسن اختيار الأفراد وحسن توظيف الأفراد درس. علي بن أبي طالب يبيت على فراشه تورية للمشركين حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمن وأمان، يفديه بنفسه ويغرر بالمشركين أنه ما زال نائما ولهم مهمة أخرى، أنه تأخر في هجرته عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. لماذا؟ ليرد الوداع إلى المشركين. عجبا لهؤلاء المشركين، يأتمنونه على ودائعهم ويكذبونه في الرسالة، وقبل الرسالة يقولون صلى الله عنه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. هو قبل البعث صادق وأمين، وبعد البعث صادق وأمين، لكنهم اتخذوه أمينا وكذبوه في الرسالة، وهذا من تناقض المشركين. كيف تكذبونه في الرسالة وأنتم تأتمنونه على أموالكم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخر عليا ليرد الوداع. ربما يسأل سائل، ولما يرد الوداع؟ أليس هؤلاء المشركون هم الذين أخذوا أموال الصحابة وصادروها ظلما وعدوانا، لماذا لم يأخذ أموالهم مقابل هذه الأموال؟ الجواب في كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خالك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يؤتمن حتى من أعدائه لا يسعه إلا أن يكون أمينا، لأن أمانته جزء من دعوته صلى الله عليه وسلم. يعني لما يكون داعي ويفعل مخالف الناس هتعتقد به أن القول شيء والفعل شيء آخر، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أتمنه المشركون لا يسعه إلا أن يكون أمينا حتى مع من خانه وخان أصحابه وصادروا أمواله. هذه مهمة علي رضي الله عنه. السيدة عائشة والسيدة أسماء مهمتهم الزاد، سفرة السفر ويضعوها في الجراب ويربطونها بإحدى شقي نقاب السيدة أسماء رضي الله عنها حتى سميت ذات النطاقين. عبد الله بن أبو بكر وظيفته أن يبيت بجوار الغار ويصبح في قريش كأنه بات في مكة، ويأتي بالأخبار أخبار قريش يوم بيوم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. عامر بن فهيرة يرعى الغنم ويعفي على آثار الأقدام ويحلب لهم اللبن يشربون كل ليلة في الغار. عبد الله بن الأريقط
خبير في معرفة الطريق، أخذ بهم طريق الساحل غير الطريق المعتاد، وهو خبير في هذا الطريق لا يضل فيه. استأجروا واعتمنوا فكان أمينا، لأنهم بالخبرات عرفوا أنه أمن. هذا في توصيف حسن توصيف الأفراد. أيضا حسن التخطيط والأخذ بالأسباب وأخذ الحيطة، إن الثقة بالله سبحانه وتعالى لا تنافي الحيطة وأخذ الأسباب، على أعلى مستوى أخذ الأسباب، لأن التوكل لا يمنع عمل الجوارح ولا يتعارض مع عمل الجوارح. الجوارح تعمل والقلب يتوكل على الله سبحانه، فلا تعارض بينهم، بين أن تحتاط وتأخذ بالأسباب وفي نفس الوقت حسن التوكل على الله عز وجل. من حسن التخطيط أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبا بكر في ساعة غير معهودة أن يأتيه فيه، وأن يخرج من الباب الخلفي للدار. الدار كان لها باب أمامي وباب خلفي، لكي لا يرى يخرج من الباب الخلفي. الطريق إلى المدينة جهة الشمال، والطريق إلى اليمن جهة الجنوب، على العكس. فبدل من أن يأخذ طريق جهة الشمال، هذا الطريق سيكون فيه مطلوبا، أخذ الطريق إلى جهة الجنوب الجهة المعاكسة، وينزل بغار في جبل ثور، غار ثور بجبل ثور، وينتظر فيه الغار 3 أيام حتى تيأس قريش من العثور عليه ويهدأ الطلب، ثم يأخذون بعد ذلك إلى طريق الشمال عن طريق الساحل. الطريق من مكة للمدينة له طريقين، طريق معهود وطريق الساحل ساحل البحر. الأشد وعورة كان الطريق اللي هو على ساحل البحر، وعبد الله بن قريش كان خبير في هذا الطريق. كل هذا من باب الأخذ بالأسباب. وحينما يدخل الغار يسبقه إلى دخول الغار أبو بكر ليفتش في الغار، فإن كان هناك أذى في الغار يقع على أبي بكر ولا يقع على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يتوج كل ذلك بالثقة في الله عز وجل. يقول أبو بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما بالك باثني الله وثالثهما؟ ثاني اثنين هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهذا يذكرنا بموقف سيدنا موسى عليه السلام، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. البحر أمامهم والعدو خلفهم، هيدركنا هيدركنا لا محالة. قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. مواقف الثقة في الله سبحانه وتعالى، وفاء لمكة، وحنين لمكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقف على مشارف مكة وهو يغادرها ويقول: اللهم إني أعلم أنك أحب ولاد الله إلى الله، ولا أنت أحب ولاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. صلى الله عليه وسلم. وفاء وحنين لمكة الذي نشأ فيها وولد فيها وترعرع فيها، وكان له بصمات في أخلاقه عليه الصلاة والسلام وفي دعوته. هذه من دروس الهجرة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتخذ من حدث الهجرة تاريخا للمسلمين، بداية التاريخ لهذه الأمة. كانوا قبل ذلك يؤرخون بالأحداث، يقال ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل،
فكان كان عمل في الحدث يؤرخون به ويقولون هذا حدث قبل عام الفيل وهذا حدث بعد عام الفيل. لكن حينما يريد المسلمون أن يؤرخون يؤرخون بماذا؟ بمولده صلى الله عليه وسلم، ببعثته صلى الله عليه وسلم، أم بهجرته. سيدنا عمر بن الخطاب اختار أن تكون الهجرة هي الحدث يبدأ منه التاريخ، تاريخ هذه الأمة. لماذا؟ لأن الهجرة بداية عز المسلمين، بداية بناء الدولة الإسلامية، بداية التفريق بين الحق والباطل، فاتخذها بداية للتاريخ سيدنا عمر بن الخطاب، وأجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة العام الأول من الهجرة كان ترتيب البيت من الداخل، لأن الغزوات والسرايا بدأت من العام الثاني للهجرة، غزوة بدر في العام الثاني، لكن العام الأول كان ترتيب البيت من الداخل. في هذا الترتيب هناك أحداث ثلاثة مهمة جدا: بناء المسجد، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، عمل وثيقة اسمها وثيقة المدينة. الوثيقة دي دكاترة القانون الدستوري بيقولوا هذه الوثيقة هي أول دستور إسلامي في دولة الإسلام. أولا بناء المسجد، كان كل الأنشطة في المسجد، يعني كان بيجمع أعمال عدة وزارات هذا المسجد. وزارة أوقاف كان فيه الصلاة والتهجد والقيام، كان فيه توزيع الصدقات والزكوات، شؤون اجتماعية، كان فيه وزارة الحرب فيه تعقد الرايات والألوية وتبعث البعوث والسرايا في الغزوات، وزارة الإعلام إذا أتت البشارات بنصر الجيش في المكان الفلاني يتم الإعلان في المسجد، أتانا البشير بنصر المسلمين في المكان الفلاني الإعلام. وزارة العدل والقضاء كان يقضى بين المتخاصمين والمتنازعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشفى وزارة الصحة، سعد بن معاذ لما في غزوة الخندق أصيب في أكحوله بسهم ونزف منه الدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب له خيمة في ركن من أركان المسجد وجعله قريبا منه يزوره ويعوده، وهناك من يمرضه في تلك الخيمة. بناء المسجد، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، هذه المؤاخاة يترتب عليها مقاسمة المال، اللي معاه مال يقسم معاه الذي ليس له مال، وبها يتم التوارث، لو مات أحدهما يرثه الآخر بهذه المؤاخاة. حتى قال سعد بن الربيع لعوف عبد الرحمن بن عوف: أشاطرك مالي ولي زوجتان، أطلق لك إحداهما فتتزوج وتأخذ نصف مالي. كان المقابل استعفاف. قال: بارك الله لك في مالك وزوجتيك، دلني على السوق. فخرج إلى السوق وتاجر وربنا فتح عليه. هذه المؤاخاة والإرث بها نسخ، لأن في غزوة بدر حصل غنائم كثيرة، والغنائم دي يعني أخذ منها المهاجرين، أخذ منها المهاجرون أنصبتهم فكفتهم، فنزل في آخر سورة الأنفال، وهي السورة التي تكلمت عن غزوة بدر، نزل فيها الناسخ للتوارث بالمؤاخاة. الناسخ هو إيه؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
يعني التوارث من قرابة وليس من مؤخرة، هذا ناسخ وهذا منسوخ. أما وثيقة المدينة فهي دستور ينظم العلاقة بين المسلمين وبين اليهود. هذا الدستور يضيق ويتسع على حسب محتويات الأمة، الأمة كبيرة تحتاج دستور كبير، أمة بسيطة تحتاج دستور عدة صفحات. تنظم العلاقة بين المسلمين واليهود اللي هم ساكنين في هذه الديار بداية نشأة الدولة الإسلامية. تنظم العلاقة، المنع من العداء، المنع من الظلم، بيان سبل التعايش بين طرفي الأمة اللي هي طرف منها مسلمون عبارة عن أوس وخزرج أنصار، والمهاجرون الشق الآخر يجمعهم اسم الإسلام، وثلاثة قبائل من اليهود: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، دفاع مشترك عن المدينة. لو حدث شيء يتكافلوا في دفع الديات ويتعاونوا في دفع الديات، إلا أن اليهود كما تعلمون بنو قريظة عملت إيه، بنو النضير عملت إيه، بنو قينقاع عملوا إيه. فكانت هذه الوثيقة بمثابة عمل أول دستور ينظم العلاقة بين أطراف المجتمع. هناك معجزات حدثت في هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سراقة بن مالك بن بعشم كان يجلس في وسط قومه بني مدلك، وهم جلوس أتاهم رجل يقول: إني رأيت أسودة بطريق ساحل البحر، إني أراهم محمد وصاحبه. سراقة بن مالك عرف أنهم محمد وصاحبه، لكنه أراد أن يفوز بالجائزة 100 ناقة لمن يعصر عليهما. فقال للرجل إيه؟ قال له: ليس هم، إنهم فلان وفلان خرجوا تحت أعيننا. يعني صرف نظر الرجل وصرف نظر العديد، وهو عارف أنهم من محمد وصاحبه. ثم جلس ساعة في قومهم، ثم انسلخ منهم وذهب إلى بيته وأمر الجارية أن تعد له الفرس وأن تفرجه من خلف الدار، وركب فرسه وانططى فرسه وأدركهم في طريق ساحل البحر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت وهو يمشي، وأبو بكر يلتفت خائفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هناك من يطلبنا؟ فالنبي دعا عليه فساخت قدم الفرس بالرياح، وانكب سراق على وجهه، فعلم حينئذ أن النبي محمد ممنوع من قبل الله سبحانه وتعالى، وعلم أيضا أن أمره سيصبر. فطلب الأمان، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج قدم الفرس ومعه دخان. عرض عليهم أن يمدهم بطعام أو بمساعدة، فقالوا: لا، لا نحتاج منك شيئا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة لو لبست سواري كسرى؟ ده أنت منت مطلوبين حيا أو ميتا. سواري كسرى يعني مش هتظهر على الجزيرة العربية بس، ده أنت هتظهر على الفرس وعلى الروم، وبتقول له كمان سواري كسرى للأعرابي. سراقة بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثيقة في الله. في أشد الأزمات النبي صلى الله عليه وسلم واثق في وعد الله تعالى أن أمره سيظهر، وأن هذه الممالك ستكون تحت إمرة المسلمين فارس والروم. حدث مثل هذا في غزوة الخندق، استعصت عليهم الذين يحفرون الخندق، استعصت عليهم صخرة، فدعوا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربها بمعوله فتطير منها الشر، فقال عليه الصلاة والسلام: فتحت المدائن
فتحت بلاد فارس، فتحت اليمن، إني أرى القصر الأبيض من مكان هذا، إني أرى أبواب صنعاء من مكان هذا، وهم محاصرون بعشرة آلاف مقاتل حول الخندق، عشرة آلاف مقاتل، أربعة آلاف من قريش وستة آلاف من غطفان، والأمر كما حكى الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. والنبي يقول لهم فتحت قريب بلاد قيصر، وفتحت بلاد الروم، وفتحت بلاد اليمن. والمنافقين بيقولوا إيه؟ بيقولوا محمد بوعدنا بكسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته من الخوف. فكانت معجزة سراقة أو معجزة من معجزات الهجرة. المعجزة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على خيمة أم معبد وكان لها غنم بترع في الجبل، وكانت هناك شاة ضعيفة هزيلة عجفاء لم تستطع أن تمشي مع الغنم، فتركوها في البيت. سألاها عن طعام، عن لبن، عن لحم، قالت ما عندنا شيء غير هذه الشاة وليس في ضرعها شيء. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشاة ومسح على ضرعها، ودعا الله عز وجل حتى امتلأ الضرع لبن، فشربوا حتى شبعوا وملأوا الآنية، وتركوا أم المعبد ومعها لبن في الآنية. عاد أبو معبد: ما هذا اللبن يا أم معبد؟ أنا سايب الشاة عكفاء لا شيء فيه. قالت: والله يا أبا معبد مر بنا رجل مبارك ففعل كذا وكذا وكذا. فقال لها: لعله صاحب قريش الذي تطلبه قريش، لعله محمد. هذه معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهذه معاناته صلى الله عليه وسلم، وهذا جهاده، وهذا صبره صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما حكم سفر المسلم إلى بلاد الكفار؟ يعني سافر إلى إنجلترا، إلى فرنسا، إلى إيطاليا، إلى أمريكا، ما حكم هذا السفر؟ العلماء يقولون يجوز بشروط ثلاثة، يجوز بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عنده علم شرعي يستطيع أن يدفع به الشبهات، أن يكون عنده دين يعصمه ويقيه من الشهوات، أن يكون مسافرا من أجل شيء ثم يعود، من أجل تعليم وشهادة ثم يعود، من أجل علاج من أمراض ثم يعود، من أجل تجارة يتحصل عليها ثم يعود. وإذا كان من أجل السياحة فلا يجوز، وإذا كان من أجل الدعوة إلى الله فإنه يجوز إذا كان المسافر له أثر وتأثير في الآخرين ويغلب على ظنهم أنه سيؤثر فيهم وفي دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما السفر للإقامة فهذا فيه خطر على دينه وعلى أخلاقه. الإقامة صفة دائمة، وهناك من سافر وتزوج وأنجب وفكر في يوم الأيام يرجع، عاوز ولاده يرجع بيهم، قالوا له لا، ترجع بطولك انت، جيت بطولك تروح بطولك. طب هخطف ولادي، يخطفهم من الشرطة يقدموا المحكمة. ممنوع أن يسافر بأولاده، القانون لا يساعده على ذلك. هذه مشكلة.
المشكلة الثانية أن المقيم هناك في خطر على دينه وخطر على أخلاقه. الفتن هناك كبيرة جدا. ولو قلت أن هناك صحوة إسلامية فهو شيء نسبي كقطرة في بحر من الفتن، حتى لو في صحوة فهي نسبية كنسبة قطرة بالنسبة للبحر من الفتن. والتجارب بتثبت صدق العلماء فيما اشترطوه. يعني كان لي زميل في العمل قالوا أخوه جاي من إيطاليا هيفوت عليه في الشغل ياخده معاه، فقلت ما نشوف اللي جاي من إيطاليا ده شكله إيه نتفرج يعني. فلقيناه نازل بشرط وفانيلا، مش ما فيش مشكلة شرط وفانيلا، لكن المشكلة إنه معاه الأصلية على ستره. فقلت لزميلي وكان راجل تقي بيصلي معانا هو خب ترك دينه وتنصر، قال لي لا طب هو معلق صليب على صدره، قال لي عشان يجاري الجو هناك، اصل هو اتجوز ايطاليه. حاله ثانيه انا عارف الاشخاص وبتاعتهم يعني. حاله ثانيه قلت لصديقي ما بال اخوه، ما بال اخيك في ايطاليا عامل ايه؟ قال ده بقى اسمه جوني، كان اسمه كذا بقى اسمه جوني دلوقتي، وايه كمان؟ قال له دلوقتي بياكل الخنزير وبيشرب الخمر ومعلق صليب. اصله اتجوز بنت ايطاليه بنت صاحب العمل. قلت له لماذا يفعل ذلك؟ عشان بيجاري الجو. هيجاري الجو والنبي بيقول، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من تشبه بقوم فاشتغل معهم. احنا مش عارفين عقيدته وصلت لحد فين. مش عارفين عقيدته. قلت له طب والصلاه؟ قال له هو ما كانش بيصلي هنا. هيصلي هناك؟ ده الدنيا تنيل عليه اكتر يعني. لا عاد في دين ولا عاد في حاجه. هذا للذي سافر وليس عنده علم يدفع به الشبهات، ولا دين يمنعه من الشهوات والتردد فيها والمخالفات. وزاهد من اجل الدنيا. فراح مع الدنيا. فشواهد الوقائع بتشهد بصدق العلماء الذين اشترطوا هذه الشروط. والنبي عليه الصلاه والسلام دينك ودينك لحمك ودمك. دينك دينك لحمك ودمك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا فنضل واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أبدلنا من بعد الخوف أمنا، ومن بعد العسر يسرا، ومن بعد الشدة فرجا ومخرجا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى في أهل معصيته، يؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيهم عن المنكر. اللهم اجعلنا سلما لاوليائك، حربا لاعدائك، نحب بحبك من احبك ونعاد بعداوتك من عاداك. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم. اللهم صل